شو هذا جميل؟ زبطت زبطت. شو هذا؟ شوفي شوفي على رقبتك. لا استحي خلص بقى، شو هالحركات؟ ما في شيء، خلص شو بده يكون فيه يعني؟ لك شو جميل، انت مالك منتبه، مالك حاسس برقبتك؟ شوف لك ما فيها شيء، شوف يا رقبتي. تضبط بس ما تكون رايحه تضب اغراضها وبدها تروح على بيت اهلها. ايه تعال شوف، تعال هورجيك اياها. تفضل. شو هي؟ شو هاي؟ تفرج منيح. شايفه هي مو علبه البودره؟ حلوه ريحتها. انا ما عم بحكي عن علبه البودره، تفرج منيح على رقبتك. عم تحكي هي لانه هي اللي هديتك اياها بعيد ميلادك ما؟ جميل شبك، طلع منيح. شايف؟ يي شو حلياني. لا اله الا الله، طلع منيح جميل. لا طلع لي خلقي. على شو بدي اطلع؟ طلع منيح على رقبتك. رقبتي؟ شو في على رقبتي؟ هاي العلامه اللي على رقبتك البقعه الحمراء. انا بقى ارجيني. ها؟ لك ايه والله في بقعة حمراء. منين اجت هي؟ عم تسألني الي؟ انت اللي لازم تعرف. ايه انا اسمعي لاقول لك، انا الله يرضى عليكي بتطولي بالك، طولي بالك، اكيد في سوء تفاهم يعني، انا متاكد، ها متاكد انه في سوء تفاهم، مشان هيك قلت لك على الفاليوم. شربي مليسه، هدي اعصابك وبعدين بتتناقشها. لما ما تنعصب. لا ما بدي اشرب مليسه، انا هلا بدي افهم شو قصه البقعة اللي على رقبتك، فهمني لشوف اتذكر. ما بتذكر. لازم تتذكر. عم بعصر مخي وما تذكرت. زبطت. لما شافت البقعة طاروا عقلاتها. يا عين عليك يا وسيم وعلى أفكارك الجهنمية. وهلأ هي العلبة راح تكمل المشروع. وقويها وأخيرا يا حبيب قلبي حبكت. قويها واخيرا بعد تعب وجهد زبطت. قويها وتسلم لي يا وسيم انت وافكارك. قويها واخيرا العين لبيتنا طرقت. هنو حبيبتي حزري. شو في بهالعلبه يا جميل؟ اتركني من العلبه، خليني برقبتك. لك لا، يلي بالعلبه بنسيكي رقبتي واللي فيها بنسيكي حليب امك، بس حزري. شو في هات لشوف، شو فيها بالعلبه؟ شو فيها لحالي يا جميل؟ انا بشو انت بشو؟ تركني من الخاتم وخليني برقبتك. ورجيني اياها لشوف. تعال هون، تعال شوي. يا الله يخرب بيتها. على مين عم تدعي؟ يلي ساوت لك هالبقعة، ايه كان تعملها بمحل تاني، ما عجبها غير هون. هلا اذا شافوها موظفاتك شو بدهم يقولوا؟ انا الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي، لا تخلي الغضب هيك يخرب حياتنا، لا تخليه يهد بيتنا اللي بنيناه لبني لبني. اوعك. انا هلا بشرفك هذا الخاتم مو احلى من اللي كان بايد مها. احلى. الحمد لله، كان قلبي قامطني ما يطلع احلى، بس هلا اطمنت. لسه اذا لبستيه بايدك بصير احلى واحلى. ايدك بتحليه، هو يعني بيحلى بايدك، اثنين بيحلوا بعضه بصير حلو. شوف جميل، بلا لف ودوران، انا بدي اعرف منين اجت هالبقعة. هنا هلا انت مسكتي لي قصه هالبقعة وما عاد تحلي عنها. خلص فكري بهالخاتم اللي اشتريت لك اياه. انا بعرف يعني، انا مقدر الموضوع انه انت مفكره انه انا اشتريت لك الخاتم مشان غطي شيء على شيء. يعني مثل ما بيقول المثل، يعني اقرع ودقنه طويله، انه شيء بغطي على شيء. هو صحيح انت طلبتي قبل هالمره مني الخاتم وانا ما جبت لك اياه، بس يعني هالمره جبت لك اياه مو مشان غطي على شيء، ها بالعكس، انا جبت لك اياه لانك انت طلبتيه. انت طلبتي شيء بس انا عرفت السبب. انه سبب؟ سبب البقعه. وشو السبب؟ نسيت لك. ولي شو عرفت؟ هات رقبتك جميل، هاتا. شو بدك برقبتي؟ يفرك لك القرصة بالتوم، لأنه التوم هو الوحيد بيروح قرصة النحلة. هات لشوف. قرصة نحلة؟ هلا كل هالفعير قرصة نحلة؟ هات حبيبي رقبتك، هات حبيبي، هات. ما بدي أعطيكي رقبتي، بعدين أنا ما بحب ريحة التوم. إيه أنا ما عم ضيفك، أنا عم داويك، بعدين الدواء طول عمره مو طيب. هات رقبتك. إيدك ما بدي أعطيكي رقبتي. والقرصة؟ هي مو قرصة. لا قرصة. لا مو قرصة. لا قرصة. طيب قرصة بس يا حزرك، قرصة شو؟ لك فكري فيها بقى، قرصة شو؟ قرصة دبور. وينك يا وسيم تيجي تسمع بأدنيك شو عم يصير؟ قال قرصة نحلة. قال لك كل هالفعي وقرصة نحلة. هات رقبتك جميل. شو رح تعملي؟ بيطهر لك محل القرصة. 100 مرة قلت لك هي مو قرصة نحلة. بعرف. شو بتعرفي؟ بعرف انه هي قرصة دبور. تقبر قلبي، تقبر قلبي بعينتك كبيرة. أنا مهلك عم تجعني.
قرصت الدبور ما وجعتك والقطنة عم توجعك؟ ولك على مهلك حاجة تحفي، هريتيلي جلدة رقبتي. خلاص حبيبي بتطهر لك ياها، طول بالك. خلصت خلصت حبيبي. شوف حبيبي، وانت نازل لعند الصيدلي بدك تحاسب على فاتورة ام محمود، جيب معك ظرف كامل حب التهاب احسن. شو عم تساوي هون انت وياه؟ عم نتفرج على قرصة الدبور. يلا على وضوتكم. فرجيني بابا. شو بدي فرجيك؟ قرصة الدبور. ها ليك اشوفها ها؟ هلا انت متأكد انه هاي قرصة الدبور؟ امك هيك قالت. مسكينة يا امي، بس لو انك متفرجة على هداك الفيلم لكن تعرفتي شو هاد، غشيمة، بدك شوي تدرس خصوصية. شو عم تقول؟ عم اقول ما اجى الدبور يقرصه للبابا غير من هالمحل. شايف شايف؟ الله يكون بعونه. بس ما قلت لنا شلون قدر الدبور يقرصك من فوق قبة قميصك؟ اه؟ لك شفتي هذا اللي بيفهم، يا هيك الاسئلة يا بلا، هاتي قولي لنا لشوف، شلون الدبور قدر يقرصني من فوق قبة قميصي؟ اه؟ اه؟ بجوز كنت فاكك قميصك، قام اجى الدبور وقرصك، القرصة بتصير بثانية. ما في خواص، صمام الأمان ما رح ينفجر، مخي اللي رح ينفجر. اضحاك بحبك ما لقيت على خير. ما قضية شك يا حسين، القضية إنك بدك تاكل أخضر واليابس وما عم تطلع عليك. جميل يا جميل. آه. نسيت أقول لك، أنت عندك موظفة اسمها سامية؟ إيه عندي. اوعي تفكري كمان هي منها، اوعيك هي سامية ست مقدرة وما عندها الحركات. اصلا انا ما عم فكر التفكير بنو. ليش لحتى ما تفكري التفكير؟ لك شو ناقصني انا؟ ليش لحتى ما تشكي فيي؟ ولك شو بني؟ ما بنحب شو بني؟ شو بالك حبيبي؟ انا بعرف انك انت بتحبني ولا يمكن تطلع على وحدة مثل سامية او غيرها، بس مو هذا موضوعنا، موضوعنا بنتها سوسان. يوم بتمثل صحيح، انا كنت من زمان بدي اقول لك انا شايف انه هالبنت حلوه وحركه ونغشه هيك، وانا لازمني هيك سكرتيره. شو رايك عينها؟ شوفي اذا بدك تنزعجي او تغاري ما بعينها، انا مو ناقصني مشاكل، بكفي اللي فيني. ها لا راح انزعج ولا راح غار، بدك رايي؟ تفضلي. خلي عندك امل احسن. انا ما بدي. هلا ما عاد عجبتك؟ ما شوف شوف شو حلو، شوف ما عاد اصبعما. اذا ما بخليكي تولولي ما بكون اسمي جميل. الحمصي. صباح الخير ابو طارق. عم تحكي مع حالك؟ جنت الناس جنت. وليش لا ازعل؟ بالعكس انا كثير بكون مبسوطه لما بشوفك تخلصت من عقده الخجل يلي عندك وصرت تحكي مع الستات برقه وتجاملهم بدون اي ارتباك. بتعرف انه امك طلع معها حق؟ امي انا؟ ايه امك انت. وشو قالت؟ قالت لي الا الوراثه ما تلعب دورها. وراثه؟ انو وراثه؟ اسال امك بتقول لك. رح اسالها. اهلين وسيم، لو ما اجيت لحالك كنت رح اتصل فيك. اكيد نجحت خطه القرصه. يا ريت. كمان ما مشي الحال؟ الحال ما تلحلح من محله ولا خطوه. يا اخي انت ما عم تعرف تطبق الخطط. انا عم نفذ اللي عم تقلي عليه حرف حرف. يا اما هي القصه اللي عملتها على الكتاب ما علمت. ريح خود شوفها شو ما علمت. محرزي شافتها؟ اي نعم شافتها. شو قالت لك؟ بمنتهى العزوبه والانسيابيه والرومانسيه بوشها على المطبخ سنول السنتوم بلشت تفرق فيها، قال مشان ما اتسمم من قرصه النحله. قرصه نحله؟ لا هي المره اللي عندك مو معقوله منو؟ أنا بحياتي ما شفت هيك مرة، لا بالقصص ولا بالحقيقة. واسمع مني ها، مهما عملت ما حينفجر صمام الأمان. ارضى بيلي قسم لك يا الله وخليني كمل مسلسلي. طيب شو رأيك إذا قلت لك إنه صمام الأمان انفجر وصار بخبر كان؟ شلون؟ شلون ما بعرف، بس اليوم الصبح قبل ما أجي على الدوام مريت لعند أمي أشرب فنجان قهوة، قعدنا حكينا شوي ما خلينا حدا ما عطيناه بالمقلاية. تأخرت على الدوام. من وصلتي خبرتني امل انه هنا متصله فيي لهون 4-5 مرات. هي اول مره بتتصل فيي هنا على الدوام 4-5 مرات بنفس النهار. حتى وانا قاعد رن التليفون قلت لها لا امل قولي لها مالي هون وما رديت عليها. بعد ما راحت امل صفنت هيك، ليش عم تتصل فيي كل هالقد؟ معناتها اكيد شكوا يعني بلشت تشك فيي. بجوز ايه وبجوز لا. قلبي عم يقول لي ايه، لانه امل قالت لي انه هنا كانت كثير ملهوفه لتعرف انا وين وليش تاخرت على المكتب.
على كل خير ان شاء الله. لك صحيح وسيم، بدي منك خدمه. تفضل. انت ساعدتني بتشعيل النار، هلا بدك تساعدني بتطفايتها. شلون يعني؟ ما فهمت علي. لانه اكيد هلا من وصلتي على البيت رح تبلش هلا تستجوبني. بتعرفها شو بتحكي. اذا هاجت ما في مين يهديها. يا حبيبي يا حبيبي، تعلق بيناتنا وتطلع اصواتنا ونتبهدل قدام العالم والناس. وسيم، ما في غيرك يفكني. ها الساعة 3:30 بتسحب حالها بتجي لعندي على البيت، إذا لقيتنا علقانين بتفكنا وبتعزمنا على العشاء. لا تخاف أنا بدفع. ماشي، الساعة 3:30 بالضبط بكون عندكم، وإن شاء الله تكونوا متخانين حتى نكسب العشاء. عشاء؟ يفضح حريشك، شو بتحب الفاينة؟ هي أكيد هي. رد رد جميل. لا ما رح رد، خليها تغلي غلي. لك أخي رد بلا لك عقل. لك لا تخاف أنا منبه السكرتيرة، هي ترد وتقول لها مالي هو. رد. رديت. شغلي بتجنن. بكير هلكتني بالتليفونات وهي عم تسأل عني، هلا وقت شافتني ما سألتني وين كنت. لك شو هالمرة هي؟ لا مو مرة واحدة اتصلت فيي، اتصلت فيي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. إيه خمسة؟ خمس مرات؟ هي أكيد مأجلة الخناقة لبعد الغدا مشان الولاد يتغدوا. معها حق، لأنه إذا تخانقنا هلا لا نحن رح نتغدى ولا الولاد. لا لا زعلت هنيك بتجي. لا طارق سليم تعالوا تغدوا حبيباتي. يلا يلا ماما غسلوا ايديكم. مرحبا. اهلين يا مرضي. لا بدي بوسك مثل ما باسك الدبور. يا حلوه. صب لك رز. صبي لي رز. يلا معقوله قدراني تصبر لبعد الغداء؟ يا لا على الاعصاب. هدوء فظيع كأنه مو صاير شي بنوب، بس أكيد هذا هو الهدوء اللي بيسبق العاصفة. الله يجيبنا. تفضل جميل. بعدين رح يوصل وسيم والحريقة لسه ما هبيت. شبك أمي؟ دايما صحتين وهنا. روح غسل ايديك وانت كمان صحتين، غسلوا ايديكم منيحة. ايه جميل، ما قلت لي وين كنت اليوم؟ الحمد لله اخيرا فرجت فرجت فرجت. ما سمعت شو قلتي؟ قلت لك وين كنت اليوم؟ وين بتكون يعني؟ كنت بالمكتب. اتصلت فيك وما لقيتك. السكرتيرة قالت لي، هي حطت السماعة من هون وانا كنت. روحوا بابا، روحوا على اوضتكم، في شيء بده يصير ما لازم تشوفوه، حريقه بده يصير. لك تحرك. هي سكرت السماعه من هون وانا فت على المكتب. مالي نصيب احكي معك، ليه ما اتصلتي مره ثانيه؟ اتصلت مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وما لقيتك. وين كنت؟ وين تكون يعني؟ بالمكتب. وليش ما رديت؟ تليفوني مباشر خربان. مو صحيح، السكرتيره حكت معي منه. شو قصتك هلا؟ شو قصتك؟ وين بدي كون يعني؟ بالمكتب يعني. بالمكتب وين بدي كون؟ مو شرط كون بالمكتب نفسه، يعني كنت بالمديرية. كان عندي اجتماع أخذ الدوام من أولته لآخرته. طيب واحد بيساوي هيك اجتماع ما بيخبر سكرتيرته؟ ليش لحتى خبرها؟ هي المدير ولا أنا؟ مشان تعرف وين تلاقيك إذا حدا طلبك. ما بدي إياها تلاقيني، بعدين بتزعجني أثناء الاجتماع. لو حدا طعم السمكات. جميل لا تلف وتدور، أنا بحياتي ما سمعت اجتماع بضل من أول النهار لآخره. شو قصدي؟ عم تكذبيني؟ ولك يا عمي شو عليكي ما بتستحي؟ هلا أنا صرت كذاب وين بدي كون يعني؟ بدي كون عم تتمشاني مع شي وحدة وعامل لك إنه أنا بالمكتب، وين بدي كون؟ ولك وين ما كنت شي؟ وين بدي كون جميل لا تعصي، أنا من الناحية مطمنة منك، بس مع ذلك في شي أنت مخبيه علي، مالك بالعادة شو القصة؟ وانت مالك بالعادة تتصلي فيه خمس تليفونات بالنهار، شو بدك؟ عم تراقبي حركاتي؟ وين بروح وين بجي انا حب؟ وين ما بدي روح؟ وين ما بدي بجي؟ ما كنت تجي؟ وين ما بدي بجي انا؟ لا تعيي، انت حر،
فيك منيح هيك؟ ايه منيح. شو كان بدك مني؟ كان بدي ذاكرك مشان تاخد حبة الالتهاب، مشان الله تخلي على رقبتك ما تلتهب. شو صار له؟ وبعدين مع هاي بدها تجنني؟ لا ما رح خليها تجنني، انا بدي جننها. هي انا بدي شو بدي جننها؟ ما انا رح هي مجننها، ليش لحتى ما جن؟ هنا هنو هنا 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 هينو. نعم شبك لساتك زعلانه؟ لا انت ان شاء الله هديت. انا هديت بس اني اعصابي تعبانين هاليومين، هيك شوي تعبانين اعصابي مو بايدي. إذا تعبان بتصلك بالدكتور زياد بيجي بيداويك وبيعطيك شي بيهدي. ما بدي الدكتور بطيخ أنا. ها إجا وسيم، افتحي له خليه يفوت لعندي على الغرفة. إيه في حدا بيجي بهالوقت؟ هلا خلص خصمية وفهمي وساوي اللي عمل لك عليه، افتحي له وخليه يفوت لعندي على الغرفة، إيه أنا تعبان أنا. خلص جميل أنا بفتح له بس ما رح فوته لهون، أنت تعبان ولازم تنام، وإذا فات وسيم لهون ما رح يخليك تنام. أنا بنبحت ها، على داري أنا بنبحت ها. خلص خلص رح فوته. صارت تخاف من بعدتي. كل ما ضايقتني ببحط. اهلين استاذ وسيم تفضل. شكرا. في موعد بيني وبين جميل هلا. بعرف بس هو هلا تعبان. معناتها حصل. بس انا ما تاخرت عليه. الحق علي كان لازم اجي من اول معه. الله يصلحك يا مدام، الشغله بدها تروي. كل شيء بينحل بالتروي، وهلا وينه بالمستشفى؟ بغرفة النوم. بغرفة النوم؟ ايه، أنا رح دخلك هلا لعنده بس يا ريت بعد إذنك طبعاً إنك ما تطول لأنه أعصابه تعبانة مثل ما قلت لك. حاضر حاضر ما تطول. آخ يا راسي. سلامتك يا جميل سلامتك. راسي. شو راسك؟ بشو ضربتك؟ أكيد بالكندرة. أرجيني لأشوف. ما في شيء راسك، ما في ولا جرح. أنا روحي ساوي قهوة. حاضر. ريح ريح لك رح يصير معي جلطة من أفكارك الخنفشارية. إيه خوفتني. شو صار معك؟ أكيد الخناقة كانت قوية. الله يصلحك ضروري طن لها خمس مرات ما ترد عليها يا أخي. من أول طن تاني طن رد على الطن التالت. رد على الطن التالت إن شاء الله يطن راسك وما يلاقوا لك دواء. أنت بتعرف بالأول شو صار؟ شو صار؟ عود لأحكي لك. هذا مو اقترحت علي إني أقرص حالي. الله لا يوفقك. مين هي اللي ممكن تضربه بالكندرة؟ ليش هيك وسيم عم يحكي؟ بعدين شو هالموعد اللي بهالوقت؟ يا اما كان يعزمه على الغدا يتغدى معنا، يا اما ياجل الموعد لبعد ما ينام ويفيق. انا ما بستند في هالموعد ابدا. يلا انا شو دخلني؟ هو ورفيقه عم يتوعدوا ولا شو لحتى انحشر بيناتهم؟ اكيد بدهم يعملوا شيء، واذا كان هالشيء بيخصني اكيد لحالهم رح يقولوا لي. ضحك لك ضحك لانه فعلا شيء بيضحك. هلا بدي اياك مشان حب الالتهاب؟ عجبك؟ وانا طول الوقت مفكر انه بدي اياني لانه عم تتجسس علي، بدها تعرف وين انا. وين رحت؟ لك يا جميل، لك نيالك، لك انت عايش بهنا. الف رجال بيتمنى يكون عندهم مرة مثل مرتك، وحدة بتخاف عليك ومأمنتك. لك مزبوط، بس كل شيء اذا زاد عن حده بينقلب لضده. هاي الحق معك فيها، وهلا شلونك؟ لساتك اعصابك تعبانة؟ لك انو اعصاب؟ ريح شباك ريح! أنا أعصاب؟ ليش بقي في عندي أعصاب؟ قلت لك ريح!